زي ما احنا شايفينه بنسجل مع الكابتن بدر رجب دلوقتي، هو معانا بعين والعين التانية جوه الملعب علشان يتابع ويشوف كل المواهب، ومفيش موهبه تعدي منه. صباح الفل يا كابتن بدر. صباح الفل يا كابتن اسامه، وسعيد بوجودي بيك، وان شاء الله يبقى يوم سعيد كده يجعل وشكو حلو علينا ونوفق في اختيارات لعيبه تمثل النادي الاهلي. ما شاء الله انا شايف يعني استعداد كبير جدا، سواء مدربين سواء كمان 8 لجان و8 ملاعب، وبتستقبلوا اعداد كبيره جدا النهارده. النهارده عندنا 3000 لاعب في المراحل السنيه بتاعه النهارده، وده يوم بالنسبه لنا طويل، لكن احنا مستعدين للاولاد اللي موجودين اللي جم وتعبوا علشان ياخدوا حقهم في الملعب، سواء من ناحيه المدربين او من ناحيه الوقت اللي بيلعبوه. والحمد لله الامور لغايه دلوقتي كويسه، ما عندناش اي مشاكل. اخترنا بعض اللعيبه ومضيناها في الاختبارات، وفي بعض اللعيبه هتاخد فرصه ثانيه في التصفيه الثانيه والثالثه. لكن اقدر اقول لك ان احنا مصر ولاده وعندنا مواهب ان شاء الله هتفيد النادي الاهلي والمنتخب المصري. بمجرد الاعلان عن اختبارات الاهلي ونوهنا في برنامج الاشبال والسوشيال ميديا النادي الاهلي، كنت متوقعين الاعداد الكبيره دي؟ لا، في اكبر شديد السنه دي، عشان انت عارف يا كابتن اسامه احنا عملنا 3 اعمار صغيرين، ودي كانت سابقه في هنا في مصر ان انت تعمل اختبارات لاولاد عندهم 5 سنين. وعايز ابشرك ان احنا خدنا 28 لعيب مضناهم معانا موجودين هيمثلوا النادي الاهلي. من الاعمار السنيه الصغيره؟ اللي هم عندهم 5 سنين. حبيتك يا كابتن بدر السنه دي انك تكون سابق كل الانديه، وانك تضم من 2018 و2017، ودي حاجه جديده في النادي الاهلي. هي انا كنت تجربه خضتها في الامارات، وجيت نقلتها هنا في مصر الحمد لله في النادي الاهلي، اللي هي طبعا هو اول نادي المفروض يستفيد من كل الخبرات اللي انا اخذتها من دوله الامارات. فبالتالي التجربه كانت بالنسبه لهم هنا جديده، وكان كله مستغرب ان اولاد صغيرين، ومش عدم ترويضهم ان هم مش هيسمعوا. بالعكس احنا قابلناهم بالبونبوني على الباب الاختبارات، وشلنا كل التوتر اللي كان عندهم، ولا لعيب عيط عندنا في السن الصغير ده، وكانوا مستمتعين باللعب واحنا كنا مستمتعين بادائهم. بالتالي بقى عندنا زي ما بقول لك 28 لعيب من مواليد 2018، ودي حاجه سابقه في تاريخ النادي الاهلي ان احنا نعمل حاجه اول مره في مصر سن 5 سنين. شايف بمجرد دخول الولد الصغير طبعا عنده رهبه، بس شايف برضو ان المدربين كابتن بدر رجب بيشتغلوا على الحته دي النفسيه قبل الولد ما يدخل الاختبار، ازاي يشيل الرهبه عن الولد، ازاي يهزر مع الولد، ازاي يديله الثقه، علشان طبعا انت عارف مجرد الولد موجود في النادي الاهلي بتبقى عنده رهبه شويه. ما هو ده اللي قلت لك عليه يا كابتن اسامه، احنا انا بنفسي استنيته مع الباب، وكان في حضن دافي بيني وبينهم الولد الصغيرين دول، حضن ابوي يعني. بالتالي الولد بقى عنده امان جدا وهو داخل الملعب. وبعدين كان في بعض الهدايا البسيطه اللي هي بعض البونبوني ده، لازم ياكل البونبوني قبل ما ينزل الملعب، بالتالي ما بقاش في اي مشكله بالنسبه للولد، وطلع كل اللي عنده. يعني انت عارف انا في الامارات الاعداد قليله، لكن هنا في مصر ما شاء الله الاعداد كبيره، فبقى عندي فرصه في الاختيار كويسه، لان ما بقاش عنده اي قلق، حتى نسي باباه ومامته، وبقى موجود في المود بتاع الاختبارات. ومدربينا الحمد لله انا جاي مدربين عندهم خبرات جديده كبيره جدا في التعامل بالذات مع المراحل السنيه الصغيره، لان انت عارف العمل النفسي في المراحل السنيه بيفرق كتير جدا مع الولد، ممكن الولد يبقى متوتر ما يديش اللي عنده، لكن احنا الحمد لله ازلنا كل الحاجات اللي تخليه ما يبقاش عنده خوف ولا عنده اي حاجه، بالتالي ادانا كل اللي عنده، واختياراتنا الحمد لله ان شاء الله تبقى موفقه ويخدموا المنتخب المصري بامر الله. شايف رغم ما شاء الله عدد كبير من الملاعب، بتكلم في 8 ملاعب، لكن شايف عدد كبير من المدربين، يعني في كل ملعب واقف 3 و4 مدربين، والكابتن بدر بيعدي على كل الملاعب. شيء مهم انك توفر برضو عدد مدربين كتير، ما تبقاش عين واحده بس هي اللي بتبص. احنا عندنا 4 عيون في اللجنه، وانا العين الخامسه. يعني احنا عندنا خمس عيون بالنسبه للمدربين، يعني 10 عيون بيشوفوا اللعيبه كلها. يعني مفيش موهبه هتعدي؟ لا، بامر الله اوعدك ان مفيش موهبه هتعدي بامر الله، يعني ولا في واحد هيتظلم. زي ما قلت لك يا سما، الاختبارات السنه دي الشعار القيم ليها العدل اساس الملك، واحنا مستنصرين اولياء الامور يقولوا لنا التجربه قد ايه كانت ناجحه، وقد ايه كل واحد خد حقه. لغايه دلوقتي ما عندناش اي بفضل الله اي مشاكل، كل اللي طالع عارف ان اللي اخترناه ده يستحق يبقى موجود، ولو ما اخترناهوش قدامه فرصه ثانيه. الاختبارات بتاعتنا طول السنه موجوده، هنعمل كل شهرين اختبارات، بحيث ان اللي هو النهارده ما كانش موفق بعد كده ممكن نشوفه ثاني وثالث ورابع لغايه اخر السنه. ما شاء الله مديته ليوم الجمعه، لما لقيته اقبال مديته ايام تانية علشان تقدروا تشوفوا اكبر عدد من اللعيب.
اكبر شديد جدا يا سامع الاختبارات بصراحه. انا مفوجئ بالاعداد اللي موجوده الحمد لله، الاعداد كبيره جدا، وده مدينا طمانينه ان احنا اكيد طالما عندك قاعده كبيره فهيبقى الاختيار انسب، لان لما يكون الاعداد صغيره بيبقى اختيارك محدود. دلوقتي عندنا الحمد لله نقدر نختار انسب اللاعبين من خلال المجموعه الكبيره اللي جات لنا في الاختبارات. اخيرا عشان انا عارف وقتك مهم جدا وعايز تتابع كل الملاعب لليوم الثاني على التوالي، طلعتوا برضو بمواهب النهارده في الاختبارات؟ احنا مضينا 2 دلوقتي والبقيه بتاعت ان شاء الله واحد ولا بكلمك كده اروح امضيه. تمام، نسيبك علشان وقتك وتابع كل اللعيبه، ونتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق يا كابتن مدحت.